مال فين الواد اللي بعتينه لعمر خالد؟ هتلاقيه دلوقتي على وصول. اهو جه. مساء الخير يا بابا. مش عارفه ايه ده، انا مش عارفه ايه ده. يخرب بيتك يا ولا، وانا بعتك عشان انت توزه ولا عشان هو اللي يبعت عليك؟ عايز نعمل ايه يا بابا؟ الراجل ده اسلوبه مؤثر جدا يعني. راجل اسلوبه غريب قوي، غريب، راجل يعني اثر فيا جدا. كل ما اجي اكلمه يقول لك في عندك طريق شمال وطريق يمين. احنا في الشمال. انا يعني انا مش عارف اعمل ايه. يا دي انت، انا مش عارف انت طالع خايب لمين. مسكتك سعد الصغير بنا جامع، مسكتك عمرو دياب ساعتين غنى ادعيه، اعمل ايه فيك؟ اعمل ايه؟ ارجعك متعوبه تاني؟ لا 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 يا بابا، لا يا بابا، ارجوك. في راجل ابيض هناك كده بيجيب في سيره حضرتك وفي سيره ماما، يقعد يعني على طول بيقعد يقول لي كده، اقسم بالله اجيبك بلبوس. يعني حضرتك بلبوس ايه يعني؟ حضرتك انا كبرت على الحاجات بتاعت بلبوس دي، ارجوك ما تودينيش هناك تاني، ارجوك. ما تودينيش انت في داهيه ارجوك، انت ما تودينيش في داهيه، كان السكه دي سكه شمال على الاخر. ها؟ أوه. أوه.